السلام على رسول الله. احبابتي اخواتي مشتركي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد العصير شهي لذيذ منعش، واكثر من هذا مغذي لاصحاب الانيميا، الناس اللي ما يبغوش البيطراف كما انا يديروه بهذه الطريقه، وصدقوني راح يجي لذيذ ومنعش جدا، وما كاش فيه بنه البيطراف او الباربه او البنجر نهائيا. لذيذ لذيذ جدا بهذا اللون الكرازي الممتاز جدا جدا. اليوم نقترح عليكم ان شاء الله عصير البنجر والموز والبرتقال. تبعوني وبقوا معايا في الفيديو باش تعرفوا كيفاش درته. راكم معايا عصير الباربا او البيطراف او البنجر. نحتاج المكونات التالية، نحتاج لهم طبعا موزة، لأننا قلنا في الأول بلي هذا عصير البيطراف بالبرتقال والموز. إذا نحتاج بيطراف، هنا عندي زوج حبات صغار مقطعين إلى مكعبات كما كنتم تشوفوا هنا. عندي كذلك إلى حبة موز تكون طايبة، كما هكا الموز كيطيب بزاف، كاين ما يبغيش ياكلها، انا صراحه ما ناكلهاش هكا، ناكلها خضر. كيطيب كيما هاك نعملها في العصير، نديرها في العصير. قلنا نحتاجو زوج حبات بيطراف صغار مقطعين مكعبات، حبه من الموز تكون ناضجه، زوج ملعقتين من السكر لان البنجر حلو والموز ايضا. ونحتاجو الى لتر من عصير البرتقال. مروا مباشره طريقه التحضير. نجيبو هكا العصير تاع البرتقال ونزيدو عليه البيطراف مقطع كذلك، نهودو عليه البيطراف ونزيدو نضيفو له حبه الموز. هاي حبه الموز كما كنتم تشوفوا هنا قطعتها الى قطع صغيره، نزيدو نضيفها على العصير والبيطراف، ونضيف الكميه تاع السكر اللي هي مقدار ملعقتين كبيرتين مملوءتين من السكر مع حبه مغرف اكبر، ونخلط المكونات كلها مع بعض. شوفوا اللون كيفاش راه يتحول الى لون جميل جدا، وهكا نكونوا تحصلنا على هذا اللون الكرازي الجميل جدا جدا. ودوكا نشوفوه في كؤوس تقديم ان شاء الله. كان هذا هو عصير البيطراف بالموز والبرتقال. انا عصير البرتقال كما سبق لي نظن ما قلت لكمش، مي عصير البرتقال صنع منزلي، كنت حضرته من التحضيرات قبل شهر رمضان، ومازال عندي عصير او مركز البرتقال مازال نستخدمه الى يومنا هذا. المهم كان هذا هو العصير تاع الباربا او عصير البيطراف بالموز والبرتقال، من اشهى ما يكون، مغذي صحي لذيذ لذيذ جدا ومنعش. نتمنى انكم تجربوه، نتمنى انه ينال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي راهي تفرحني بزاف بزاف. بارطاجوا الوصفه في وسائل التواصل الاجتماعي، بارطاجوها لحبابكم ولخوتكم ولصحابكم باش توصل اكبر عدد من المشاهدين. واللي اول مره يشاهدوني واللي اول مره اشتركوا معايا مرحبا بكم، وتاني اللي مازال ما اشتركوش معايا اشتركوا معايا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.